فقط هو يعني كذا كلام خطير انه الصحفيين حيط قصير اللي ممكن يطلع. طبعا شكرا من القلب الى القلب للزملاء والزميلات او الزميلات والزملاء اللي حاضرين معنا والاخرين اللي عبروا عن بعد على تضامنهم مع انفسهم ماشي حتى مع الاحداث المغربيه انما ما وقع يمسونا كصحفيين كاملين كيمشي الاحداث المغربيه وحده. سيدي عمر قال لك هذا الوقفه الجميله ديال هذا النهار وهذه الجلسه الجميله ديال هذا النهار لهذه الزياره هي اضعف الايمان. كنقول لك لا هذا اقوى الايمان حيت ما كاينش ما هو اسوء من انه في لحظات بحال هذه اللحظات تلقى راسك بوحدك عندما ما بغيتش نستعمل الكلمه ولكن عندما كيترمل اللحم ديالك باش ينهشوه من اللي نذكرهم وتبقى بوحدك وتلقى راسك بوف يدبروا راسهم مع الاحداث المغربيه هذيك راسها تيون تيتا كلاك راه موالفين هذا الشيء ما خصناش نطبعوا مع هذا الشيء ما خصناش نوالفوا التهديد حنا موالفينه ونقاوموه ولكن خص الناس يعرفوا زملائنا في الميدان بان ما وراء الاحداث المغربيه راه الصحافه كلها اللي كتكون مزعجه اولا كتقول شي حاجه اللي ما غاداش في داك السياق اللي ديال لا بيان بونسونت اللي كتقول اللي كيقولوا كلشي وكلشي غادي معاه وصافي ما كاين حتى شي ما لا عجاجه لهم يحزنون هي المستهدف. انا عندي جوج نقاط فقط باش نكون مختصر بعد الشكر ديالكم الجزيل الشكر من القلب سميت المؤسسه كامله ديال الاحداث المغربيه ميد راديو اوبسيرفاتور وسميت الزملاء والزميلات والاصدقاء والصديقات العاملين معنا هنا هي انه خصنا نلاحظوا جوج الحويجات. اولا ما قيل في المجلس الوطني ديال حزب العداله والتنميه هو خطير للغايه ما قيل والكل متفق على انه خطير جدا ولكن هذا مجلس مفتوح امام الصحافه وبن كيران عندما كان يقول هذا الكلام الخطير كان يعرف ان هذا الكلام سيخرج الى الراي العام. انا اطرح السؤال اذا كان هذا الكلام الخطير ديال التخوين وديال التكفير وديال الاخراج من القيم المجتمعيه التي تجمعنا فوق هذه الارض فوق هذه البراح الحضاري المسمى المغرب كيتقال قدام الصحافه ما الذي يقال في حزب العداله والتنميه عندما تكون اضواء الصحافه مضفيه وهل يقف هذا الامر عند حدود سب الصحفيين ومهاجمتهم ام يصل الى حدود مهاجمه المؤسسات التي يحترمون المغاربه؟ هذا السؤال خصنا نطرحوه خصنا نفكروا فيه مزيان حيت ما يقال في سر هذوك الناس اخطر بكثير مما قيل علنا وهذه كانت فقط اشاره. وهنا كانت النقطه الثانيه السي عبد الله بن كيران لا يستهدف الاحداث المغربيه في كلامه الذي قاله عنده اشارات وجهها الى من يهمه من الامر هو يعرف انه لا يستطيع ان يتحدث عنهم ومثل ما جاء في كلام الزملاء كاملين هو يعرف ان الحيط القصير في هذه البلاد هي الصحافه. الا سبيت الاحداث المغربيه ماشي مشكل لا سبيت الصحفيين بخير كلشي غيعجبو الحال ما يقدرش يسب اللي باغي يسبهم. ومره اخرى قولها هذا جبن خطير من طرف هذا الرجل اللي تعودنا منه الجبن عندما كان يسير الحكومه وكان يتباهى بقراراته اللا شعبيه التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليه وكان يتباهى بكثير من الاشياء التي تدل على جبن حقيقي اصيل متاصل فيه ليست اول مره ولن تكون اخر مره. واحد المره اعتقد كان دار شي ندوه صحفيه في الدار ديالو وكان ذكر هذا عبد الله بالسميه وقال المسموم وحز في نفسي في تلك اللحظه انه كانوا جالسين الصحفيين وكملوا ديك الندوه الصحفيه بل ان صحفيا اتذكره جيدا كان كيقول له السميات اللي كينسى يعني يدير موقعا الى اخره الى اخره. هذا ماشي حز في نفسي في تلك اللحظه انه يعني اضعف الايمان بحال قال سيدي عمر هو انك توقف الندوه وتخرج بحال تقول هذا صحفي ما كاينش معنا انت كتسبوا دابا خصنا نحسوا باننا مستهدفين بها. واعتقد ان درتها غير ما مره درتها في دوزان تقى الصحفي قلت له هذه الندوه ما غتكملش واحد الممثل كان قال واحد الكلمه خايبه على واحد الصحفي كيقول لك ما هضرتش معاك هذاك الممثل مجرد انك هضرتي على الصحفي بهذه الطريقه كتهضر مع الصحافه كامله. ولعله كان دائما ديدانا في الاحداث المغربيه ان فوق ما تمشى شي واحد سواء اختلفنا معه او اتفقنا معه في مساله تمس حريه التعبير اننا ما كنتسناوش الاذن او الاشاره كنقولوا حنا متضامنين مع هذا الصحفي. واحيانا بعض الخصوم ديالنا او من كانوا يعتقدون ان الخصوم كانوا كيتفاجئوا تيقول لك او كتبيع ليا مزيان في الاحداث المغربيه شطره حيت هذه مساله يجب ان تكون مقدسه لدينا حتى الصحفيين. راه عباد الله ما غنبقاوش حيط قصير الا عطينا القيمه لانفسنا حنا الاولى حنا اهم بكثير من وزير كان وزيرا ولم يعد وزيرا. حنا كنا صحفيين وغنبقى صحفيين وحتى غادي نمشيو في حالتنا صحفيين. وبغيت نغتنم هذه الفرصه هذه ان كاين مجموعه الاخوان ديال الاتحاد الشراكي اللي هي الدار ديالنا الثانيه باش نترحم على واحد الصديق سميتو يوسف الناري كان دائما تيكون حاضر معنا في هذا الشيء وكان صديق شخصي ديالي اولا ثم كان من الناس الذين يجاهرون بتضامني مع هذه المؤسسه. الله يرحم يوسف الله يرحم الناس وشكرا لكم من القلب الى القلب مره اخرى.